إلى ذلك وافق الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على مواجهة فريق أياكس أمستردام الهولندي يوم 11 من مايو المقبل، ذلك على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق. وقال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق يتوجه بعد المشاركة في مباراة اعتزال غالي مباشرة من دبي إلى أوغندا استعدادا لمواجهة فريق كامبالا سيتي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي المحدد لها أحد أيام 15 و16 من مايو على ملعب لوجوجو ستاديوم بالعاصمة كامبالا.